تعودنا من أسوأ لأسوأ. نتمنى شغلة واحدة، إنه جهاننا أولادنا يعيشون حياة أحسن من عندنا. أمنياتي أمنيات كل شاب عراقي خريج وقاعد بالبيت صار له 10 سنوات. أمنياتنا بهذا العام الجديد وتعمير محافظتنا محافظة صلاح الدين وعودة النازحين وإيجاد فرص عمل للشباب. أنا أهم مطلبات الأمن والسلام، تعيين، وظائف، أن يكون مشاريع تكون مستمرة وغير معطلة. أن يعم الاستقرار والأمن في ربوع العراق ومنها محافظة بيقار. كذلك أن تنتعش الأوضاع الاقتصادية. أتمنى العراق يزدهر ويكون دول المحيطة بمريض نطمح أكثر. مشكلة الشعب العراقي شنو؟ هي بس العمل. نتمنى تتغير هذه الخارطة نحو الأفضل. العراقي تواق لأن يكون جزء من العالم. We'll be right back.